موجبات الغسل، متى يجب الاغتسال، موت غير الشهيد، أي إنسان يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا الشهيد لا يغسل، موت غير الشهيد، إسلام الكافر، المرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس. بعد هذا يقولوا نعم عندنا الجنابة، إما بالتقاء الختانين أو بإنزال المني، نزول المني سواء من مستيقظ أو من نائم، تمام، أو عندنا قلنا إيش، التقاء الختانين ونزول المني سواء من مستيقظ أو من نائم، خلاص احتلم سواء مستيقظ أو نائم وجب عليه الاغتسال.